اهلا، يلا بدنا نسوي شغلة جديدة، لعبة جديدة. تعالوا شوفوا. شو رح نحن نسوي اليوم؟ هو مع الميك كود. سنشو حتقول له معك ربحت. حنقول لكم ما حنستعمل المايكرو بتي مرة. مو الميك كود نفسه. حنسوي شغلة مثل الميك كود اللي هو الاركيد، مثل هذا اللعبة، بس احنا حنبرمجها. مو عالم يسوي اللعبة، لا احنا حنبرمجها. بس هو مو هي مش على العالم سواها. بس لحنا هلا بدنا نسوي لحالنا وحدة. تعالوا شوفوا الأول توتوريال. هنفتح الميك كود، وبعدين كل هدول البروجكت حنكبس المايكروسوفت. بعدين حنروح لتحت، نروح لتحت أكتر. فين كنت لقوا كل هدول أغراض؟ واحد منهم هو الأركيد. هون الأركيد حنكبس عليها. هذا كمان فينا رح نكرس، لأنه أنا صار شوي صغيرة منه. فين أنا عندي اياهم. خلينا نبلش مع الأول واحدة اللي هو تشيس ذا بيتزا، وهدول بعدين فينكم انتو تجربوهن وتسوي كتير أغراض عليهم. بس نحنا حنروح لفوق. هدول الأغراض فينكم تسووها. إذا نحنا لتحت فينا نلاقي أغراض تانيين، بس خلينا نروح لفوق. حنسميها فلاور، قصدي تشيز ذا بيتزا، مو فلاور، قصدي تشيز ذا بيتزا. وهدول الفيسز انه كم يعني مثل شاهن نحبوا الاسم. حنسوي هلا البرمجة اللي هلا حنروح للسين. حننقي احنا اللون للسين اللي هو بصير لون الاخضر. بعدين حنروح نحنا للسبرايتس. حناخد هذا الأول واحدة، وبعدين حنحطها تحت هذاك. حنغير الصورة لوش. انتو فينكم كمان تساوي نفس الشي، بس احنا بدنا فاست فورورد، يعني انتو فينكم تنسموا لحالكم وش، ونحن بس بصير نساوي لحنا فاست فورورد. فينكم انتو تطبقوا، بس لازم انتو باز الفيديو. اذا بدكم تطبقوا لازم انتو باز الفيديو عشان تشوفوا شو نحن نسويها. بعدين حناخد هيك حنسوي نلتم. خلينا نكمل مع ال وش نام تب تب. رح نبلش انه نلون الوش. هيك حنسوي الوش هيك. فينكم انتو تسوي الوش ما بتكون، بس احنا حنسوي هيك اي شيء يبين هو لذيذ. حنسوي هون في مثل اندو اريدو كمان. خلينا نلون هلا الوش كله، وفينا نحط لحنا ايلاشز وكل شيء. حنحط انا ايلاشز وصارت يعني هيك. بعدين انا حروح لل حنروح للكنترولر. move my sprite with buttons، وبعدين هذا حنخليه هيك. بعدين هيك بصير السكرين تبعنا. اذا حركناه بصير هو يروح. وحنروح للكنترولر، لا اسف السبرايت. بعدين نحن حنسوي واحدة تانية، حنسميها بيتزا.
وزيلا حنروح هني كاميرا تانية، حناخد واحدة ونسمي هداك البيتزا، مو هداك اللي فوق، حنسمي هذا بيتزا new variable name، حنسويه بيتزا وحنسوي اوكي، حنروح للجاليري ونقي بيتزا لأنه ما نلونها. وهلأ فينا نكبس دان، هلأ جربنا انه نلون وما نلون، فين كنتوا تغيروها كمان شوية صغيرة بس احنا ما حنغيرها. هيك هلأ في بيتزا فوق الوش تبعنا. لا نتفعس الوش، حنروح لتحت لنلاقي هذا، بعدين الثاني وحدة هو بصير فود لأنه الثاني وحدة البيتزا أصلا هو فود. بعدين حنروح للإنفو، بعدين حنروح هنا حنحط السكور change score by، بعدين تحته by one أنا لازم أخليها، حنسيب بيتزا position 2، بعدين حن هذا حنخليه 0 لأنه حنسوي لأنه نروح للماء، حنروح للماء مثل بال مايكرو الميكو، حنحط إحنا pick random وحن duplicate، حنحطه على تنتين وحن حط هذا ل 120 قصدي 160 والتاني بصير ل 120. بعدين احنا خلصنا هذا، هلا نروح بعدين نسوي start countdown by 10 وخلصنا اللعبة. هلا نحركة، ما لازم انتو تحركوها مع هدول الكنترولر، فيمكن تسووا مع تبعكم كيبورد، اذا خسرتوا بصير في صوت. هجرب الحق عشان ما هذا كان ما اخسر. ما بدي اخسر. تان 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 خسرت. اوكي وخلصنا عشان يوم. بعدها فينكو تسوي ريسيت وتبلشي من الأولى. تان 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 تان. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، لايك وسبسكرايب لتابعنا تشانل، لا تنسوا تشاركوا مع رفقاتكم وشوفوا الفيسبوك بيج عشان أكتر ديتيلز. يلا باي، ضلوا بصحة وعافية، جربوا كمان هذا التطبيق عندكم بالبيت.